يوميات هاكر في منصة مدار دوت نت. أسعد الله أوقاتكم، كل خير يا رب. تواصلت معي قبل فترة إدارة أحد المدارس لاكتشافهم اختراق غريب من نوعه. رحت على المدرسة عشان أعرف شو نوع الاختراق، شو سببه، ومن وين الاختراق. لقيت إنه الاختراق كان من غرفة الحاسوب الخاصة بالمدرسة، وسبب الاختراق إنه الإنترنت الخاص بالنظام هو نفس الإنترنت الخاص لشبكة الإدارة وشبكة الطلاب. أما الاختراق كان على نظام حضور وغياب الطلاب، كل الطلاب في المدرسة حضور من أول السنة. تواصلت مع المدرسة وخبرتهم إنه راح أسوي سيكيورتي على النظام بحيث إنه راح سكر جميع الثغرات ما عدا هذه الثغرة لاكتشاف الهوية الحقيقية للطلاب. وفعلا بعد أسبوع الطلاب استعملوا نفس الثغرة. بهذا اليوم تم اكتشاف هوية الطلاب الحقيقية. اتخذت الإدارة الإجراءات الصحيحة مع الطلاب بحيث إنها نمت موهبتهم، ما اتخذت فيهم إجراءات مثل طرد أو خصم درجات، تم توجيه موهبتهم في الطريق الصحيح. احيانا بعض المواهب مؤذية، لكن اذا تم استغلالها بشكل صحيح وتم تنميتها بتكون مفيدة للمجتمع. شكرا لمتابعتكم، وانتظرونا في موضوع جديد على منصة ميدار.